عشان الحلل الجديدة. بس ايه رأيكم في الحاجات الحلوة دي؟ ايه رأيكم؟ حلوة جميلة؟ حلوة قوي يا بابا. شكرا. عشان اما اجي اعمل الاكل بقى والحاجات الحلوة كده. بصي يا بنتي يا كوكا، بصي اللهم صل على النبي. بصي اللهم صل على النبي. بصي الله الله، الحلة دي عملت فيها حاجات حلوة. بصوا حاجات، بصوا بصوا حلوة حاجات. بصي دي استنوا بقى استنوا بقى، بصوا بقى بصوا الحاجه الجميله احلى واحلى بقى. بصي يا بصي يا كوكا، بصي ايه، انت هتشوفي مفاجاه جميله حلوه قوي، حاجه تحفه. اوه حلوه قوي. للقهوه. القهوه الساده اللي بنشرب بيها. ايه رايك بقى، ايه رايكم في الجمال ده؟ حلوه. بصوا بقى بالزيتون الحلو ده، قولوا لي ايه رايكم في الحاجات الجميله دي بقى. حلو دي بقى، بنيجي نعمل كده، ودي الحل لما نيجي نعمل بقى. ودي الطاسه بقى. بص بقى، والراجل ادانا دي هديه. هدي يا بابا. استني بقى، ادانا دي هديه. دي هديه. لا مفيش فلوس. لا ادانا دي هديه على الحاجات دي. دي هديه يا بابا. ايه رايكم في الحاجات دي؟ وده ده للنسكافيه اللي منا، عشان منا طلبته مني فانا جبته لها عشان النسكافيه. ودي عشان لما نعمل بسبوسه. دي بقى حاجه حلوه. ايه رايكم بقى؟ قولوا لي ايه رايكم؟ زي القشره. ايه رايك يا كوكا؟ ودي عشان لما نحمر حاجه في بالزيت نعمل بيها، ودي لما نعمل حاجه بقى صينيه كيكه. صينيه فراخ باللحمه. بلاش بلاش بتاع ده، بلاش بقى. بص بص، عارفه دي نعمل فيها ايه؟ نعمل فيها صينيه بطاطس حلوه كده من اللي احنا جايبينها من البلد. هنعمل اضراب على الفراخ واللحمه. ماشي. نعمل فيها بيض. ودي حلوه قوي، اسعارها حلوه. بلونك طب هات البلالين، هات اما نشوف احنا جبنا لك ايه. مش شهور احنا جبنا لك ايه؟ وده كيس بلالين جبناه لزياد وكوكا. الله، عشان هما بيسمعوا الكلام وبيروحوا الحضانة وبياخدوا واجب وبيعملوا الواجب. بالونة. ايه رأيكم؟ كيس بلالين كتير. كيس بلالين مليان. شفت البلالين دي؟ شفت؟ ايه رأيك يا زيزو؟ فرحان يا زيزو؟ ده 15 جنيه كل البلالين. لا ده انا جايباها عشان الحلل ما تتجرحش يا كوكا. يعني ايه؟ مش عارفه حاجه. ده الحلل عشان ما تتجرحش، فلازم ده، لازم دول يبقوا دول عشان الحلل ما تتجرحش. ده نقلب بيه لو بنعمل حاجه هنا.
او لو بنعمل اي حاجه الحاجه ما تتجرحش. نعمل مكبيد. نعمل اي حاجه نعمل بيها. دي شوكه. ودي بصي دي بقى بعد ما نخلص خالص نحطهم تاني نغسلهم حلو وبعدين نحطهم تاني. والريحه بصوا حلوه. دي واحده بابا جاب لي واحده ليه واحده ليا. بصوا ايه رايك في دي؟ بصوا الريحه جميل. دي بابا جابها عشان عيد الحب. بس احلى حاجه بقى بابا جابها لي للقهوه دي عشان لما نشرب قهوه بقى واحنا قاعدين تبقى حاجه حلوه. ايه رايك؟ دي حاجه حلوه احلى. قولوا لهم اكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم بقى. قولوا لنا ايه رايكم. حلو قوي جدا. وعايزين ايه جديد تاني نعمله لكم؟ عايزين جديد ايه تاني؟ وبصوا الاسعار. بصوا الحاجات الجميله دي. وبصوا على قناه وجديد. وده جميل بقى عشان بتاعي باظ جبت واحد جديد تاني. وده بقى بس حاجات جميله قوي يا كوكا. انت فرحانه والحله دي جميله. حاجه. ايه رايك في الحله دي عشان نعمل فيها اكل كوكا؟ الحاجات دي كلها ايه رايك فيها بقى؟ حلوه. قولي لي ايه رايك؟ حلوه قوي. جميله؟ لا ايه من يا زياد انت ساعه. خد يا زياد طلع على النبي كده. خد خلاص انا عايزه ادور عليها. دور عليها براحتك يا زياد. دور عليها براحتك. ايه رايك يا كوكا؟ ودي بقى يا كوكا نعمل فيها صينيه كيكه كده جميله. الدي اللي احنا جايبينه من البلد بسبوسه اللي هي بتاعت الدي الذره. بسبوسه كيكه اي حاجه بطاطس. اي حاجه. اي حاجه. لا دي نعمل فيها ايه البطاطس والحاجات دي. ودي نعمل فيها الكيكه تبقى صغننه كده للكيكه. كيكه. ايه رايك؟ انا عارفه انت اكله بتحب الاكل. ماشي. ودي نعمل فيها ايه؟ ودي بقى نبقى نجيب محشي ونعمل فيها محشي حلة محشي كده. ده المحشي بقى وفرخة وكل حاجة. كل حاجة. ايه رأيك؟ حلو. ودي بقى لما نجيب جلاش نعمل فيها جلاش مكرونة بشاميل الحاجات الحلوة دي اللي هنعملها بقى عشان ايه؟ عشان رمضان جاي وكل سنة وانت طيبة. ايه رأيك؟ حلو قوي. بس دي بقى للكريب. لا دي مش للكريب. دي نعمل مثلا بها البشاميل. دي بتاعت البشاميل بتاعت المهلبيه عشان بتاعنا باظ. بابا فكرني بقى وانا بنشتري قال لي ايه البتاع بتاعك باظ هاتي واحد جديد جبنا ده. ايه رايك؟ لا ما تجرحيش بقى دي هنجيب لها لسه سيليكون عشان ايه ده ما يتجرحش التيفال ما يتجرحش ما نبوظوش. هنغسل ده كله بقى يا كوكا. الاول هنغسل دول كلهم قبل ما نستعملهم هنبدأ نغسلهم غسله حلوه كده ونطهرهم وبعدين نستعملهم. مش هنستعملهم عشان هما لسه وسخين لسه هنستعملهم. لا هنغسل الاول. ودي بقى جميله اول ما نجرب فيها القهوه هنوريها بقى ايه لاصدقائنا ونقول لهم ايه رايكم وهما هيكتبوا لنا قلنا ايه رايكم ونستعملها نشوفها حلوه ولا لا. حاجات حلوه. ايه رايك؟ حلوه قوي. حلو الاسعار الجميله دي. واحنا اكتبوا لنا لو عايزين تعرفوا الاسعار اكتبوا لنا احنا نقول لكم على الاسعار. اكتبوا واحنا نعرفكم الاسعار ونعرفكم قناتنا ابو زوزو وغدا علام. لا القناه بتاعت هما بيشتركوا في قناه بتاعت غدا علام مطبخ غدا علام. مطبخ غدا علام واشتركوا في القناه وشوفوا لايك 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 كتير. يا شاء الله ما شاء الله. قول لهم صلوا على النبي. صلوا على النبي كده. الحاجات مش غاليه. حاجات رخيصه والله بجد يا كوكا. حاجات رخيصه ورخيصه وجميله وراجل كان عامل عليها عرض. حاجات جميله. كانت حاجات جميله جدا. دي اللي عجبتني يا كوكا جميله قوي عشان نعمل فيها بطاطس نحمرها. نعمل فيها حاجات حلوه نحمر فيها كل حاجه جميله. دي بحبها. دي اكتر بحبها. عشان بتحب المحشي عايزه تاكلي محشي. مثلا حلوه. ايوه انت عايزه تاكلي محشي فعشان كده انت حابه دي. بصي يا ماما جميله جميله يا كوكا. ايوه حاجه تحفه. بصي من جواها. ايوه يا تيفال حلوه. جميله. بصوا ايه رايك؟ بس انت ايه رايك في المفاجاه دي يا كوكا؟ عجبتك؟ عجبتك المفاجاه؟ بصي يا ماما. ها بصي البتاع. ايوه يا كوكا ده حاجات جميله قوي. انا عايزه بقى وده بقى لما نيجي نعمل نسكافيه نعمل بيه. بصي بصي ايه رايك؟ ده اكتر واحد حلو. ها ده اكتر واحد حلو. ده عشان النسكافيه لما نيجي نعمل النسكافيه نعمل فيه. جربوا يا زين اللي يعجبك دوس.
بص استنى استنى بص بص هنوري اصدقائنا عشان يبقوا عارفين. استنى بصوا الله عشان ده نسكافيه. عشان نسكافيه عشان نسكافيه. واول ما نعمل نسكافيه نوريهم نسكافيه. لا لا تعور اختك. ايوه كده هات يا بقى جرب يا كوكا. حلوه غرقه بس وشك يطير وشك. الشعر اللي انت عاملاه زي السودانيين دول. بصوا ضوافر حلوه في الكومنتات الحاجات الحلوه دي. قولوا لنا ايه رايكم في الحاجات الجميله دي ولو عايزين كل جديد قولوا لنا نعمل ايه جديد تاني. وفي الاكل بتاع ماما قولنا ايه رايكم في حاجات ماما الحلوه. ايه رايكم في الحاجات دي واكتبوا لنا لايك لايك لايك. ايوه وشجعونا كده عشان نعمل لكم حاجات جديده عشان نعمل حاجات كتيره حلوه قوي جميله ونعمل لكم اللي انتوا عايزينه. ودي قولوا لنا عايزين ايه فيديوهات ايه تاني نعملها لكم. دي خشب وايه تاني اللي انتوا عايزينه واحنا نجيبها لكم. ودي حله بقى حلوه دي بتاعت المحشي. هنجيب بقى نعمل محشي ونعمل حاجات فيها. بصوا دي حلوه اكتر واكتر. ودي بقى هنعمل فيها مربة الجزر. دي بقى نعمل بقى ومعلبيه الجزر. استنونا بقى استنوا مننا الجديد. الحاجات الجديده دي هنعمل لكم حاجات جميله وحاجات تحفه. من اول بوتين اللي احنا نعمل الحاجات الحلوه بعد ما نغسلها. وبصوا يا جماعه استنوا انتوا طيبين. خدوا انا عايز اكل. اشتركوا في قناه مامي دبل 24 وبعد كده صلوا انتوا طيبين. صلوا على النبي كده. صلوا على النبي وربنا يديم عليكم كده ويصلوا انتوا طيبين. Yeah.